السلام عليكم. في الفيديو ده إن شاء الله هتكلم على استخدام الرنين المغناطيسي في تشخيص الانزلاق الغضروفي القطني. والحقيقة إن الرنين المغناطيسي هو أدق تصوير وأدق أشعة ممكن نستخدمها في تصوير الانزلاق الغضروفي القطني. ده بالإضافة لميزة أساسية جدا في الرنين، وهي إن هو تصوير ما فيهوش إشعاع، يعني ما بيعرضش المريض لضرر الإشعاع زي الأشعة العادية أو الأشعة المقطعية. فزي ما اتكلمنا في أعراض الانزلاق الغضروفي، لو أنا عندي مريض بيشتكي من وجع في ظهره ورجله وأنا شاكك إن هو عنده انزلاق غضروفي، فهديله الاول ادويه وانصحه ان هو ممكن يريح شويه وبعد كده يبدا يتحرك مع العلاج، ونشوف الاستجابه للادويه. لو كان في استجابه كويسه للادويه فممكن ما نعملش اشعاعات خالص. لو ما فيش استجابه كويسه ممكن ساعتها نعمل اشعه، فهتكون الاشعه دي وهي افضل اشعه هي الرنين المغناطيسي على الفقرات القطنيه. فيها ميزه اساسيه زي ما قلنا ان ما فيهاش اشعاع خالص، وفيها كمان ميزه اساسيه في التصوير ان هي ادق تصوير للغضروف ولكل الاربطه اللي ماسكه العمود الفقري، وكمان بتبين النخاع الشوكي والاعصاب وجذور الاعصاب بشكل واضح جدا وبدقه عاليه جدا، افضل بكتير من الاشعه المقطعيه، وطبعا افضل من الاشعه العاديه كمان لان هي اصلا ما بتبينش الغضروف والاعصاب. الرنين المغناطيسي برضو ممكن يتطلب في حالات الاصابات او الحوادث، لو انا شاكك ان في ضغط على الاعصاب عشان عاوز اشوف الاعصاب والغضاريف، ونفس الكلام في حالات التهابات او صديد العمود الفقري واورام العمود الفقري، لان هو برضو افضل تصوير للحاجات دي. وفي بعض الحالات بنحتاج معاه صبغه زي حالات الاورام والتهابات وصديد العمود الفقري. الحاله الوحيده اللي ممكن استغنى فيها عن الرنين المغناطيسي واعمل بداله اشعه مقطعيه مثلا، هي لو الرنين المغناطيسي ممنوع. يعني لو انا عندي مريض شاكك ان في انزلاق غضروفي، فانا افضل اشعه هي الرنين المغناطيسي. طب مش هينفع، ممنوع لاي سبب من الاسباب، زي مريض مركب منظم لضربات القلب مثلا، فده ممكن يكون ممنوع من عمل الرنين المغناطيسي. او لو مريض عنده في جسمه مركب شرايح او مسامير مثلا مش متوافقه مع الرنين المغناطيسي، فساعتها ممكن نستغنى عنه بالاشعه المقطعيه، لكن هي ما بتكونش ابدا بنفس الدقه ويعني والتوصيف للغضروف والاعصاب زي الرنين المغناطيسي. تابعني في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هتكلم فيه على الحاله النفسيه وعلاقتها بالام العمود الفقري والانزلاق الغضروفي. موضوع مهم جدا بنشوفه كتير جدا في العياده. انا معاكم دكتور محمود شعيب، استشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري والاسطره المخيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.